إذا يعتبر هوموسيكشول فهذه ما هي مشكلة نفسية. لابد أن يعمل على توقيف مثل هذه المسائل. إحنا ما نحتاج الآن إلى المسجد، حاجتنا إلى المدرسة لتبني الفكر. الكويت عندها شركة مساهمة، كل مساهمينها يسعوا لتفليسها. إذا أنت حكومة ما تقدرين تواجهين استجواب، شلون تقدرين تواجهين معضلة بلد ومستقبل بلد؟ حفظاً على أجيالنا القادمة أن تستمر، أبدل هذا الأصل الناضب بأصل متجدد. قضايا متعددة، اجتماعية، سياسية، فكرية، فقهية. اليوم السابع، الأربعاء، 9 مساء بتوقيت الكويت على تلفزيون الوطن. إذا يعتبر هوموسيكشول فهذه ما هي مشكلة نفسية. لابد أن يعمل على توقيف مثل هذه المسائل. إحنا ما نحتاج الآن إلى المسجد، حاجتنا إلى المدرسة لتبني الفكر. الكويت عندها شركة مساهمة، كل مساهمينها يسعوا لتفليسها. إذا أنت حكومة ما تقدرين تواجهين استجواب، شلون تقدرين تواجهين معضلة بلد ومستقبل بلد؟ حفظاً على أجيالنا القادمة أن تستمر، أبدل هذا الأصل الناضب بأصل متجدد. قضايا متعددة، اجتماعية، سياسية، فكرية، فقهية. اليوم السابع، الليلة، 9 مساء بتوقيت الكويت على تلفزيون الوطن.